النهارده كولر اشتغل بطريقه فيها يعني عملي، عارف انت الراجل العملي، لعب بالتشكيله اللي احنا توقعناها الحقيقه امبارح، بعلي معلول في الشمال، محمد هاني في اليمين، عبد المنعم وياسر ابراهيم في قلب الدفاع، شناوي جول طبعا قدامهم السوليه واليو ديانج، وتحس ان السوليه اتغير يعني ابو ليلى، وبرونو سافيو ناحيه الشمال، وقفشه في القلب، وكريم فؤاد في اليمين، وشادي حسين مهاجم. ابو ليلى النهارده كان هو نجم المباراه الحقيقه يعني، وعمرو السوليه يعني انا بس انا اللي نسيت، انتقدته جدا الماتش اللي فات، وبعدين لما روحت البيت وانا بفر كده لقيت له صوره مع بنته في المستشفى، هو كان منزلها على الاكونت بتاعه، يا ريت اشوفها يا جماعه. اول ما روحت يعني، فقلت تاني يوم لازم اعتذر له الحقيقه يعني، اهي الصوره دي. الف سلامة، الف سلامه عليكي يا روح قلبي. طبعا مفيش اعز من الضنا، واكتر حاجه تألم الواحد وتشغل تفكيره وتخليه مش مركز، حتى لو هو في شغله، حتى لو بيأدي دوره بيتمرن بيعمل، انت في شغلك لما تكون ابنك او بنتك تعبان. فعمرو السوليه بنته كانت في العمليات، علشان كده النهارده اهدلها. النهارده السوليه جايب جولين، فاهدلها الجولين، جول من شوطه صاروخيه في حارس مرمى كبير زي احمد الشناوي، يعني اتصدم، عارف انت هاني رمزي في فيلم غبي منه فيه ومع نصه، لما قال لك اتصدم، احمد الشناوي النهارده اتصدم، كره في نص الجول، واي جول بص يعني في كي جي 1 المفترض يصدها، خصوصا ان احمد الشناوي طويل يعني طوله فارع كمان، لكن صدمه الشوطه وكمان عمرو السوليه ما تعزمش يعني، ما الشوطه ما جاتش هو بيجري فشاط، لا ده هو واقف استلم حط وش رجله، فجاه فوجئنا بالكره في الشبكه يعني، حتى اول ما اتشاطت انا يعني ما خدتش بالي ان الكره دخلت جول، لان انا خدت بالي هما بيفرحوا ان الكره جول يعني، استنيت الاعاده عشان اشوف ازاي دخلت دي. فاتصدم احمد الشناوي وجاله صدمه، الصدمه دي اثرت عليه بقى يبدو كده طول الماتش او بقيه الماتش. واحده من أسوأ مباريات بيراميدز، واحده من احلى مباريات النادي الاهلي، ممكن ما تبقاش احلى فنيا للنادي الاهلي، انما هي احلى عمليا للنادي الاهلي. فكرتني السنه اللي فاتت الاهلي برضو كسب بيراميدز 3-0 بنفس الطريقه دي.